الحقيقة والوهم ضايع على فكرة، متمني حقق هالحلم راكد على بكرة، مثل الغريق اللي يقس ومتعلق بقشف، يوم بشرق يوم بغرب خطواتي عم تمشي. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما انا ولا في يصير جديد. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما انا ولا في يصير جديد. ما اصعب يوم تكتشف ان اللي كانوا حباب سرقوا المشاعر واختفوا وضعوا كأنه سراب. بتمن حتى الضمير عم ينشر وينبال، صار عادي لو تجرح قلب او لو حبيبك ضاع. كل الوجوه تضحك إلك وبترسم البسمه، مين اللي واساك بصدق؟ مين اللي وشه قناع؟ لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما انا ولا في يصير جديد. ما اصعب يوم تكتشف ان اللي كانوا احباب سرقوا المشاعر واختفوا وضاعوا كانه سراب. بين الحقيقة والوهم. أهلين بيا. مرحبا عمي. مرحبتين. فيني احكي مع ريتا كلمتين؟ ايه تكرم عينك. ممكن تناديلها؟ ايه مو حلوه على الباب. تفضل تفضل. لا لا عندي شغل مستعجل، بس ناديلها خليني احكي معها هون. ايه مو حلوه هون، ما بيصير. تفضل شرف. ريتا تفضل شرف. اهلين بيان، كيفك يا ابني؟ كيفك عمي؟ وين ريتا؟ لشوفها إذا كانت نايمة عن إذنكم. لا ماني نايمة. كنتي شو عاملة بالمطبخ؟ مالي عاملة شي. شو عاملة؟ تعالي فرجيكي شو عاملة. عن إذنكم. تفضلي. يلا. خدي سكنيت. حتى هون أوامر. مسكي. خلاص خلصنا. أنا آسف نامي بكير، لا تأخري على شغلك. صباح الخير. Thank you.
مرحبا فطيمة. أهلين. شو لساعتك سهرانة؟ ناطرة جيبوا لي العلف للجاج. فطيمة بدي أحكي معك كلمتين. تفضل. أنا عمرت بيت. إن شاء الله ألف ألف مبروك فطيمة. شو رأيك نحط خبزاتنا على جبناتنا والسمنة على العسل؟ والله ضحكتني يا موفق وأنا مو جاي على بالي اضحك لك. شو هاي خبزاتنا وجبناتنا؟ وبعد شوي بتقلي رح جيب لك كولا كمان. شو بدي أقول فطيمة؟ من الآخر أنا بحبك. طيب قول هيك من الأول. شو قاعد عم تقلي شعر؟ طيب شو قلتي؟ موفق قوم روح على محلك قوم. فطيمة طولي بالك عم نحكي. موفق راسي هاد مو متحمل. ها قوم روح على شغلك قوم. سلامة راسك يا عمري. حلي درسك. يسلموا. وما راح أتركك بتعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه خيطي مربوط بكفي رفي بجناحك رفي وطير بهالدنيا ولفي ما في. شلونك أمي؟ أهلين. إجي؟ لا والله لسه ما أجيت. هلا بعد شوي بجي. ليش إجي؟ جوعان بدي آكل. هاد يلي شاطر فيه. يا جوعان يا بدك مصاري. طلعت لميا من الجنائية؟ لا لسه ما طلعت. هلا بس بدي أفهم لميا شو عم تعمل بالجنائية؟ فاتت تقدم امتحان. لك أمي هلا عن جد عم بحكي معي. لك يا حمار لك يا بهيم هي اختك اختك لك لا بتروح بتزورها ولا بتطمن عليها. ايه صحيح انت على البيت ما عم تجي لحتى تروح عند اختك. امي ان شاء الله فكرتيني انا قاعد هيك عم دور على شغل انا ماني قاعد. ولقيت؟ ايه تقريبا لقيت. تقريبا؟ وشو هو الشغل؟ لسه ما بعرف والله شو بالضبط. اسأل بهاليومين اكيد رح نبلش. رح تبلش. الله يصبرني بس يا رب تصبرني يا الله. امي خلص شبكي خلص بكره بروح بزورها منيح هيك.
بس والله بخاف انعفيت. لك ليش لا تنعفت ولك ابني؟ ما بعرف هيك. ما بتعرف؟ ما زين؟ قومنا. قوم يقطع عمرك على عمر الساعة يلي جبتك فيها. لك يا ريتني جبت سوس كنت تسليت فيه. قوم أمي قوم. هلا هذا اللي طلع معك؟ بعدين ما بدي قوم نام، بدي آكل جوعان، بعدين بدي كمل سهرة مع رفقاتي. ايه قومكم. يعني ما بدك تقومي تحطي لي اكل؟ ما زلك هاي؟ ايه خلص خلص قايم لحالي قايم، قايم حط اكل، على فكرة أنت مو طبيعي يعني بس تستنيني أحكي كلمة فورا بدك تقومي علي، جاهزة ما شاء الله. وين حاطة الأكل؟ عالسقيفة. خليكي عم تتمسخري. ابني مازن، هدول المصاري أماني برقبتك، هدول طلعوا من خاطر الناس اللي بعرفهم ويلي حكيت لك عنهم. طيب عمي هدول قديش؟ هدول 100,000. بس 100,000؟ اي والله 100,000، وهي مني أنا 50,000. طيب عمي سلم إيديك ما قصرك. يا سلام، هي صاروا 150,000، كتر خيرك عمي. أنا بعمل يلي علي ورح أحكي مع يلي بعرفهم كمان. سلام عليكم. عليكم السلام. السلام. الله معك. خربت عمي خربت. عزبناك معنا يسلم إيديك. هات لك ابن خالتي هات هات. ما لمينا من الجمل إذنه. يلا يا شباب عنا تعفيشة مع عفوك. يلا. عدوني شرب شاي. لك لا يا زلمة هلا وقت الشاي هلا امشي. صح وينك؟ أنا اليوم بعد التعفيشة رح أحكي مع عصفور مشان مصاريها. لك بدي أعرف قديش بده يعطينا رح موت. وأنت قلتها شرفوا. يلا مشوا يلا. طول بالك انت شوي لك يلا ما بدك توصل لي حالك هذا عمي ليش هيك عم تعملي يا بنتي؟ ليش عم تنتحري يا بابا؟ كل هاد مشان جرعة؟ يعني يا بابا لازم انت تموتي حتى انا اخذ جرعة؟ عم تشتغلي دوامين من الصبح للمساء وفوقها ما عم ترحمي حالك، عم تيجي تشتغلي هون بالبيت؟ قومي بابا قومي حبيبتي، قومي نامي وارتاحي، صار الساعة 3 وبدك تيجي الساعة 7. حرام عليك يا بابا، يعني بدك موتيني قبل ما اخذ الجرعة؟ ابي مشان الله ما تحكي هيك، بعيد الشر عن قلبك. ما هذا اللي عم بصير قدامي، هذا عم بشوفه قدام عيوني وانا ما عم بقدر احكي ولا كلمة. لك يا حبيبتي، جرعة ولا 100 جرعة؟ رح يزيدوا من عمري شي نص ساعة ولا نص دقيقة. يا بابا أنا فنيت عمري مشان أبسطكم وتكونوا سعداء، أنت وأمك وأختك. بس أنا ماني متعود على حياتي هيك، ماني متعود عليكم هيك يا بابا. لك أنا لك ما عم شوفكم، ما عم شوفكم نوم يا بابا إن شاء الله. يا حبيبي أنت قومي حبيبتي قومي، قومي تسلمي لي قومي نامي يلا، حاجتك بقى حاجتك الليلة. قومي غسلي إيديك وروحي نامي يلا يا عمري. ماشي ماشي. والله العظيم شي بيوجع القلب. يا حرام عفش الناس. يا شو قلت لي؟ يا حرام. لك الله يحرم جلدك عن عظمك إلهي، لك عيلتك كليات الحرامية وعم تحكي بالحرام يا ابن الحرام. لا يا معلم ولو شبنا هيك. لك عالم تركت عفشة وراحت، شو نعمل لهم يعني؟ شو بدنا نعمل؟ منبيعه ومنرجعه خدمات للشعب. هلأ كل شغلة بدي أشرح لك إياها 1,000 مرة لحتى حضرتك تفهم. معلم تحملني معلش. ايه بتحملك شو عليه؟ اسمع لك يعني. هاد العفش نحن بدنا نبيعه، مصرياته
شو حنعمل فيهم؟ شو؟ بدنا نصرفهم هون وهون وهون. أكل، شرب، فواكه، خضرة، لحومات، دجاج، سهر، سكر، كل شي بدك إياه. المحل يلي صرفنا عنده المصاري شو بده يدفع؟ بده يدفع ضرائب. يا عيني عليك، هالضرائب هي لوين بده تروح؟ للحكومة. انت عيني، الحكومة على مين بده تصرف؟ المفروض علينا. الله يخلي لنا الحكومة اللي مالنا غيرها ومالها غيرنا. آمين. عرفت هلأ ليش مو حرام؟ اي والله معك حق، والله العظيم ما دارت لي هيك. خلاص ما يهمك شمشون، بس لازم تعرف انه هي البلد لازم تخدمها وإلى حق عليك. انا البلد بعضامي معلم، ولو احلى خدمة. دخيل عضامك انا، روح نقبر لكان سوي لنا كاستين شاي ورجع بصيل الكرتون عن بلاستيك. يلا هو فورا. اهلين معلم احترامي. ايه وصلوا بالحفظ والصون كمان. على عيني احلى معلم، الله يخلي لنا اياك يا رب. الله معك. عصفور شمشون وصلوا الشباب، يلا بسرعه يلا. افتحوا الباب شمشون، افتحوا الباب بسرعه. لك شو، وين الشباب؟ الشباب غدروا فيني، غدروا فيني وتركوني. شو انت شو عم تحكي مازن؟ شو عم تحكي؟ ايه طلع منك. طلوب علاء محمد مبحونة. ايه وهيه العادية. الله عليك، دنيا على بعدك يا قطة. عسيل عمك عمك عمي وين العادة بدك عمديها؟ عريس الزين يتهنى، عريس الزين يتهنى، يطوف علينا ويتمنى، يطوف علينا ويتمنى. عريس الزين يا غالي، عريس الزين يا غالي، يا عود خور ميالي. شو هاي؟ يلا غيروا شابكم نزلوا العفش. يلا يلا حالنا مبسوطين معلم. مبسوطين ما مبسوطين؟ نزل العفش يلا. خلصنا ما بس يلا 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 يا مجنونة، ما في عيش بدونك. تحمليني، تحمليني، ما إلي غيرك. بحبك. وحياة الله، وحياة الله، أنا دباني ما فيني أقتل لحتى أقتل مدام هدى ورياض. أنا مقتنع أنك ما قتلتي، بس أكيد ساعدتي. ساعد؟ ما أنا لحم كتافي من خيرها، كيف بدي ساعد حدا يقتلها سيدي؟ بتشكي بحدا؟ لا، بمين بدي شك؟ لاميا، دي لك بصراحة، أنت وضعك كتير صعب. سيدي أنا بشتغل عند المدام هدى من زمان، والبيك بيعرفني وبيعرف أنه كانت تحبني وتحترمني وتعطيني زيادة عن راتبي. كيف بدي أفكر أقتلها أو ساعد حدا يقتلها؟ سيدي مشان الله ساعدني، وحياة الله أنا ما عملت شيء. مشان الله ساعدني، والله ما عملت شيء. أهلين دكتور. الله يخليك. تمام. لا لو سمحت، على الفيلا ما في طلعة الساعة، ناصرنا ما خلصوا إجراءاتهم. على عيني، راح خليهم يتحركوا بسرعة. على عيني. ذكرا دكتور، أنا بخبرك. مع السلامة. الله معك. شباب لو سمحتوا اطلعوا على الفيلا، تنهوا لي كل أموركم فيها.
أهل الفيلا بدون إياها، مفهوم؟ حاضر سيدي. بالنسبة لهي البنت راح تضل عنها أسبوع. أمرك سيدي. احترامي سيدي. زيد صار برا. أنا تينال خذ إفادته وضغط عليه كثير منيح. سيدي ما راح أروح معه؟ لا. من وين كان عمك؟ ايه يا لميا احكي لي لشوف شو بتعرفي عن علاقة الدكتور سامي بزوجته هودة. مرحبا شباب. تبي في حدا اجى على الفيلا بغيابي؟ نهائي يا سيدي. تمام. مين منكم بيعرف المنطقة؟ انا سيدي. روح جيب لنا فطور هيك عملت تشكيل فطاير. حاضر. شوف انت عملت شاي. حاضر. احمد. يا سيدي انت بلش بالجنينه بس فتشها كثير منيح. ها وانت جوا انا راح بلش بغرفة رياض. يا سيدي انا حاضر. اسمعي اذا بتعيديها راح البسك الجريمه. انعدم. لا تخلصي لا تخلصي. بيان أنا بحبك كثير. لا تخلي حبنا غلطة. أنا بحبك بحبك بس أنت يعني لازم تساعديني شوي تحمليني شوي تحملي أخطائي شوي. رح أحاول. حلك شغلي. أنت أحلى شيء بحياتي. كيف بدك الشاي سيدي؟ لك بيان. حلوة. حاضر سيدي. يلا روح على شغلك. أبو الصوم هاي اللعبة السخيفة اللي عم تلعبها بلاها. لعبة شو؟ شو لعبة شو؟ يعني معارضة داخلية معارضة خارجية ضغوطات ما حلوة. كلام صحيح بس أنا بصراحة ما كنت بدي أحكي. المذيعة أحرجتني وحكيت. تعرف أنا ممكن صدق أي واحد يكون معارض إلا أنت لا. ما أنا بعرفك منيح. أنا رجال صادق من وقت ولدت وأنت بتعرف هذا الشيء. المشكلة يا أبو السوم يا صديقي أنا الوحيد بالقطر العربي السوري بعرفك صادق. بالإذن. هلا. شنتاي ولا اذا البيدي لا غرفه رياض. رايتها وين؟ كانه مذكرات هدى. انت شو لقيت؟ ما في اي شيء غريب.
كمان شيء كمان سلام سيدي. أخذتوا حصتكم؟ في دوامة ثانية؟ يلا خذوا نفطر لأنه بالفرع مستحيل. شايف حيوان قاعد؟ ليش الكل عم بيشتغل الا انت؟ اشتغل احسن ما ابرك هون. يلا رجلي رجلي عم بروح لك حيوان لجوا. عم بتجعك رجلي؟ ايه ايه بتجعك. عم بلعب عم بلعب جوا. حرك رجلي. حرك بلعب حرك حرك بلعب حرك هم رجلي هم هم. ايه طيب ايوه هو كذا. مع السلامة. اي استاذ فادي. تفضل دكتور. شو صار مشان اوراق الورثة؟ ان شاء الله قريبا. قريبا ايمت يعني؟ شغلة شهرين بالكثير. ما بدي ادخل على الانتخابات وعندي وجع راسها. معقول وجعة راس؟ اسمك ومكانتك كبيرة دكتور. لا اسمي ولا مكانتي. بدي كل شيء قانوني. نحن ما بنشتغل الا كل شيء قانوني دكتور. ايه خلي يفوت. يسلم استاذ فادي. شكرا دكتور. مرحبا دكتور. اهلا خليل. شرف شرف. كيف الصحه دكتور؟ تمام وشك صاحح. بوجودكم دكتور. شوف خليل، بدي ابدا اعمل مشروع مؤسسه اعلاميه كبيره، بس راح ابتدي مجلة اقتصادية. دكتور اعتبرها تأسست خلاص. طيب عندك فكرة هيك كيف ممكن تعد لحملة انتخابية؟ يعني أحسن حملة حتكون، بس ممكن أعرف المنطقة؟ ريف دمشق. دكتور يعني ريف دمشق قتلته خارج الخدمة وتحت سيطرة المسلحين. طيب خلص، معناتها بنتعامل مع التلتين البقياني. وأنا جاهز جاهز دكتور، بس أنا ممكن أعرف هيك شوي عن تطلعاتكم المستقبلية أو هيك لمحة عن المشاريع التنويرية؟ اوعك تتزكى علي خليلة، اوعك. حاضر. هلا صرت افهم علي. بتعملي دراسة عن الحارات الفقيرة وبتشوف كيف ممكن نتواصل معهم ونخدمهم. أمرك دكتور. عندك سيارة؟ لا ايه دكتور، بس هيك يعني على قدها. بتأجر سيارة وبزيد معك مبلغ، وكل أسبوع بتعمل لي تقرير شو بصير معك. براسي. بدك شي هلأ؟ الوقت قليلة. حاضر لا تاكلها. الله معك. فوت لجوا ممنوع؟ لا مو ممنوع، بس معك امر مهم من الفرق. لشعار ضروري؟ طبعا هيك القانون. ايوه طيب
في حدا اجى من الفرع قبل هيك ودخل بدون مهمة؟ نهائيا. اصحابين البيت؟ ابدا ما حدا اجى منه. ايوه تمام، ما كنت بعرف. انا اسف. ولا يهمك ولا يهمك. يعطيك العافيه. سيدي هذا اشعار بقيمه 1,000,000 ليرة مسحوب من البنك. تفضل. وكان بغرفه الرياض معك؟ تمام. لساته فارس بالبلد؟ لساته. ما أنا أحكي مع فرع الأمن الجنائي بالقامشلي، خليه يحطوه تحت المراقبة اللصيقة لحتى يجي على الشام. حاضر. وبالنسبة للمذكرات لساته مع ريتا؟ مع ريتا. بدي تقرير عنهم. بكل الأحوال كمان جواد شو أخباره؟ لساته مختفي. معناها بتكثف الدوريات على بيته على محله 24/24 لحتى نشوف شو وصله. ماشي؟ حاضر. كمان بدي تقرير مفصل عن الجريمة الأخيرة، لأنه السيد الوزير بده تقريره بسرعة. حاضر. وما يخص العناصر يلي عم يحرسوا الفيلا تبع سامي، بتخبرهم إمتى ما وصل الدكتور بيغادروا كلهم بيرجعوا على الفرع. أمرك. يعطيك العافية. احترامي. الله معك. معلم ليه بهي الأدب؟ هي بعضامك. هات العدل أشوف. يلا بسرعة. خير معلم. أعطيني الفكات مصالب وبلا كده حكي. يلا بعضامك. حسب تقرير الطبيب الشرعي جبت زهرة مش عم تنظيف الغرفة. مرحبا دكتور، كيفك؟ أهلين زهرة. العمر إلك. تسلمي زهرة، بدي الغرفة ترجع مثل ما كانت. حاضر من عيوني. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك زهرة. ايه بسرعة بدنا ننظف الغرفة. ايه يلا قبل ما تعتم الدنيا. يلا Thank you.
عظامي غنينا يا معلم. كي طبق من الطربوش. ايه بعرضي. شلون نصرفهم هدول؟ ما لازم نخبر المعلم اول. ايه لازم نخبر المعلم. مزبوط كلامك. مرحبا معلم، يعطيك العافية. علا؟ ما في شي حرزان، بس هيك أنا يعني حابب أعطيك هدية بسيطة مشان تذكريني كل يوم الصبح. يا الله يا جهاد، عن جد شكرا. عفوا، ولد؟ ها؟ أخي زيد. مرحبا. علا. كيفك زيد؟ ماشي الحال. شبك أخي شبك؟ ما في شي ماشي أنا بستأذن منكم. خليني وصلك بس. لا ولا يهمك، يلا تصبح على خير. أنت بخير الله معك. فرصة سعيدة. أخي شبك ليش هيك عم تحكي مع المخلوقة؟ أنت يلي شبك ما بدك تسألني شو صار معي بالفرق؟ لك مو حكيت معي على الجوال وقلت لي كل شي تمام؟ شو بدك يعني أحكي لك شو صار معي على الجوال؟ يا لطيف، ليش شو صار؟ شو صار؟ منيح اللي نفدت. قال شو صار؟ قال عم يقول لي انه انا شريكه. شريكه لمين؟ لك لرياض. شلون شريكه لرياض ورياض انقتل؟ ما قال لي انه انا متفق معه، بعدين قتلته واخذت المصاري. لك يا اخي يا زيدو يا حبيبي، هذا عم يتخوت عليك مشان يضغط عليه. هذا يلي صار اخي. امشي خلينا نروح على البيت، بلكي بنعرف شو بدنا نعمل. لك يا اخي شو بدنا نعمل؟ انت بس روق لي دماتك. لك شلون بدي روق دماتي؟ قسما بالله ركبي عم يقصفه. لك ليش لحتى يقصفه ركبك يا زيد؟ ليش؟ شو عامل انت؟ لو شاكك فيك هو يفرمك بالفرامي. بالفرامي؟ خمسة مليون هي من الطربوش، من الثمانينات هي. ايوه، وما دول لهم تصريفه؟ اكيد. شلون؟ شغلتنا عصفور، بس رح اخذهم للمعلم. اي خلص كتير منيح، معناتها اخذهم للمعلم هو بيتصرف فيهم. في غيرهم؟ لا من وين في غيرهم؟ هدول هن. اسمع، في شغله المعلم بده اياها منك وبدها تتنفذ بسرعه، شو ما كلفت تكلف. شو هي؟ رح قلك، بس اوعك ما تعملها وانت بتعرف زعل المعلم. لك كرمال الله بقلها المحصبة او خلصني نشفت لي ريقي. شو هي؟ قرب لقلك. صحيحات خبرني شو صار مع زيد؟ ولا شي سيدي. زيد شاب مسكين كان ما يترع به هو قاعد عنب. ليش؟ ما بعرف، ضل خائف. يعني طبيعي يخاف، هدول جريمتين قتل مو وحده. يمكن يفكر رح تلبسه اياها. هو هيك سيدي. طيب انت بكره او بعد بكره رجع اطلب جهاد للتحقيق. حاضر سيدي. انا رايح اتعشى، بدك شي؟ ان شاء الله بصحتين وهنا. انا بدي روح على الحاره مشان جواب، بركي مكسب شي مع مني. تمام، يلا اتكل على الله. احترامي. مساء الخير عمو. اهلين علا، مساء الخير. اهلين. بدي علبة محارم وكيلو رز وقلبتين شاي زروب، علبة سمسيرة. ايه ما تكرم عينيك. طموني، كيف صارت صحة الوالد؟ الحمد لله احسن. ألف الحمد لله. هاي علبة سمة وهي المخاري. شو قلتي لي كمان رز؟ كيلو. هذا اللي بياخذ منه الوالد. وبدي علبتين شاي. وهي علبتين شاي كمان من الظبي. تفضلي. عمو هذول 1500 ليرة، رح سجلهم. نعم عمو. علا أنت بس تقبضي بتعطيني من معاشك، مو عم تشتغلي؟ لا عمو ما عندي، شكرا. مثل ما بدك. سلمي كثير. الله معي. مساء الخير. لك اهلا.
عروس. منيح جيتي بوقتك. حضرينا واسمعي امك راح تموت، راح تطقم شان 2000 ليره. إيه لا ام سمير ما راح اموت، بس هذا حقي وحق بناتي. ما اختلفنا، حقك وتعبك وتعب بناتك. إيه بس ما علي شيء، اعملي شيء لوجه الله. مو شغلتك نعمل شيء لوجه الله ولا ما نعمل شيء لوجه الله، انت اعملي اللي عليكي. طلعت عيوننا كرمال هال5000 ليرة. لك بنتي أنا مشانكم. خالتي أم سمير خلص أنت شو بدك؟ دفعي اللي عليكي وبس. علا. إيه بابا. بابا بدي أحكي معك كلمة واحدة بس، خلي أم سمير تاخذ الشغل اللي معد، لا بقى أجيب شغل لهون منو. أبي طول بالك ما بصير، يعني هي أم سمير وأنت بتعرف هذا لسانه من يوم يومه. يا بابا الله يرضى عليكي، عملي مثل ما عم بقلك، لا تخليني عصيب. خلص مثل ما بدك مثل ما بدك، بس انت لا تتضايق. ماشي يلا. خلص خالتي ام سمير مثل ما بدك، هات 3000 ليرة. لك يسلم لي هالوش، وهي 3000 ليرة صافية يا لبان. شو قلت لك علا؟ خلصنا افوها بقى. طيب خالتي جيبي لنا غير هالشغل. ليش لك بنتي؟ شو بها الشغل؟ الله يخليكي غيره بس. لك انتي بتأمري أمر. اي والله لجيب لكم شغل غير شكل. تكرم عينك يا عروس. يلا قومي ساعديني على الباب. يلا سلام عليكم. أهلين أم سمير، مع السلامة. الله يسلمك. زيدو تعال نشرب لك أستمتي برا. شو عطيت العلا؟ ما عطيت شيء، هيك هدية صغيرة. جهاد لا تعلق البنت، بدنا نسافر أخي، فهمان علي؟ جهاد اسمعني، حرام البنت تعلق فيك. ها راكد على بكرة مثل الغريق اللي يقس ومتعلق بقشش، يوم بشرق يوم بغرب خطواتي عم تمشي. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما أنا، ولا في يصير جديد. لا في ضل حدك ولا في يكون بعيد، ولا في ضل على ما أنا، ولا في يصير جديد. ما أصعب يوم تكتشف إن اللي كان حباب سرقوا المشاعر واختفوا وضعوا كأنه سرار. Hey.